أربع أرطال من الأنثراكس، أربع أرطال جنطة هالكبرى، يشيلها واحد فدائي ويدخلها من أنفاق مكسيكو إلى الولايات المتحدة، كفيلة بقتل 330,000 أمريكي في ساعة واحدة إذا أتقن نفرها على الوعاء السكاني هناك. مرعبة الفكرة. يعني 11 سبتمبر تطلع زلاطة عند الموضوع هذا، صح ولا لا؟ وما في داعي طيارات وشكبانات ومواعيد وقصة من المؤامرات والتوقيتات. واحد عنده من البسالة اللي يدخل معه أربع أرطال من الأنثراكس ويدخل حديقة البيت الأبيض، صح ولا لا؟ وكت عليهم النون، النون هذا صح ولا لا؟ ويبب عقبها تصير المسألة قماشة هناك. الدبليو ام دي مشكلة، خايفين الأمريكان انه الدبليو ام دي يطيح بإيد تنظيمات بين قوسين إرهابية مثل القاعدة أو غيرها. وهناك ما يدعو لتخوف الأمريكان، لأن القاعدة عندها في منطقة هيرات سابقا فعلا لابوراتوريز في شمال أفغانستان، عندهم علماء، عندهم كيمستس، وعندهم ناس متخصصين بالنيوكليير فيزيكس. يعني هم مو مثل ما يصورهم بعض الصحفيين المعلبين عندنا بأنهم ناس يعني بدو ومتخلفين وقاعدين في كهوف. لا 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 لا, 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 لا. هذا حكي ينطلي على الناس الغشمة، لكن الناس المتابعين يدرك بأن القاعدة عندها لابوراتوريز وعندها يعني. مثل حزب الله، حزب الله عندها لابوراتوريز في جنوب لبنان، أصبحت تنتج السلاح وتبيع السلاح. حزب الله عندها لابوراتوريز في جنوب لبنان، أصبحت تبيع على رومانيا وهنغاريا. أنتوا بس يقولون إرهابي، قول هذا رفيجنا. ليش؟ لأن هذول الإرهابيين بين قوسين أتقى ناس في العالم وأشرف ناس في العالم وأحسن ناس في العالم. كيف؟ أنا قابلت الملا عمر شخصيا، أنا شرفت، أنا لي شرف إني قابلت الملا عمار وجلست معه. رجل ليس من هذا العصر، رجل ليس من هذا العصر، كان لا يستقبل وفود الغرب. روحوا يقول لهم إلى كابل، أنا في قندهار، هذيلا إنما المشركون نجس. فهمت كيف؟ روحوا قابلوا وزير خارجية، قابلوا احجوا سياسة، احنا قاعدين لكم هني. هذول ترى اللي ينفعون مع الغرب، اما عريقات وما عريقات او دحلان او هذول يعني ما يفيدون الامة بشيء. اكو في الولايات المتحدة أكو ما يزيد على 300,000 ميليشيا بيضاء تنادي بضرب الحكومة الفيدرالية في واشنطن وفي طرد العرب واليهود والزنوج من الولايات المتحدة. ناس عنصريين، ريد نيكس بيسمونهم، الكوكلاكس كلان، هذولا ريسست.
وتفكر هذه الميليشيات بضرب حتى مفاعلات نووية داخل الولايات المتحدة. الله يوفقهم. ولو ان احنا مو بيض ولا شفنا البياض يعني، صح ولا لا؟ هذولا عندهم مشاريع لضرب المفاعل النووي اللي على شواطئ بحيرة ميتشيغن، وهذا مفاعل خطير جدا يغذي الشمال الافريقي كله بالكهرباء. والله يوفقه واحد من المسؤولين في هذه الميليشيات يفكر بضرب المفاعل هذا. وأنا يعني أرى بأنه إحنا يعني نعطي فرصة في دعائنا أن إحنا ندعي له، يعني أنه الله يوفقه يثبت خطواه، فهمت كيف؟ حتى ينتهي من هذه المهمة ونزوره حتى نهنيه إن شاء الله. الله في كتابه الكريم أكد بأن عداوتنا معهم دائمة، ولذلك هذا اللي يقول حوار ما حوار قصوا لسانه. أي حوار؟ أي رقي؟ ماكو حوار. الله سبحانه وتعالى أكد بأن عداوتنا لليهود عداوة دائمة، ويأتي واحد يقول أخواننا ما أخوة العالم، هذا يناقض صريح القرآن الكريم. والذي يناقض صريح القرآن هو كافر. تكفير؟ نعم تكفير. أنت من أي؟ نعم أنا أؤيد التكفير. أيضا المفروض علينا أن نحن ندافع عن المقاومة ولا نسكت على هذا الهجوم المنظم على رجالات المقاومة في صحافة الجزيرة العربية وفي صحافة الخليج وفي الصحافة العربية. أكو نبرة تشكيك في شخصيات المقاومة، هذولا لازم نتصدى لهم، ما نخليه يستمر حتى لو تتصل فيه بالتليفون وتقول له هذا كلام سفيه ما لازم تكرر أو تعيده في زاويتك أو في مقالاتك، وإلا سنتخذ معاك الإجراءات التالية. لابد أن نلجأ إلى أسلوب الضغط على هؤلاء، وأن لا نسكت ولا نتركهم بحجة حرية الرأي. هذا طابور خامس، هذا طابور خامس. أنا عبد الله فهد عبد العزيز النفيس جاي أحرضكم أن تتصدوا بكافة الوسائل لأي شخص يرفع لسانه على المقاومة بكافة الوسائل، فهمت كيف؟